ليبيا بدأت الثورة من النساء أمام المحكمة. نوضي نوضي يا بنغازي، بدأتها نساء. وقبل الثورة أمهات شهداء بوسلين البسيطات اللي تحدث عنهم الباحث الأخ محمد، الأميات الفقيرات 1200 شاب أعدمهم القذافي، كانوا كل سبت يقفوا بصورة أولادهم ينتظروا أن أولادهم أحياء وسيخرجوا. فإذا مشوار بداية وأيضا المعارضة السياسية، لربما العديد لا يدري، لست بمفردي من عارض القذافي، مئات النساء، العديد من النساء الليبيات سجنوا وعذبوا وقتلوا وهجروا، وهذا للأسف الشديد ليس موثق بعد ولكننا سنوثقه. وكم كنت أود وأنا أتحدث معكم اليوم أن تكون لدي المعلومات، الدراسات، الإحصائيات، ولكن نحن مش مثلكم، ما عندناش، هناك يعني صحراء قاحلة. فما سأتحدث عنه هو مؤشرات لما نرصده في الثلاثة سنوات الأخيرة أو السنتين ونصف منذ الثورة بالنسبة لليبيا. فإذا حينما بدأت الثورة هبت المرأة الليبية في كل مناطق ليبيا، والمرأة كما تصور الآن ما هبتش لأنها طبخت وساعدت ابنها أن يمشي ويموت للجبهة، أبدا. اشترت السلاح، هربت السلاح، هربت الرسائل، بعض النساء نزلوا للجبهات، المظاهرات، تحركت الإعلام، تحركت على كل الجبهات. وهذا كان شيء عجيب غريب، بنات من قرى ليبية كانوا يقولوا لي احنا يا دكتورة بونا ما كانش يخلينا نطلع من البيت، احنا لما جت الثورة يقول اطلعوا هبوا امشوا، يجوا بثلاثة أربعة خمس ساعات يقطعوا الصحراء عشان يشتركوا في مظاهرات في طرابلس.